مرحبا بكم متابعين قناة Kids Toys by Ammon. تشاهدون قناة Kids Toys by Ammon. قبل أن أبدأ الحلقة أريد أن أرحب بكم جميعا. أهلا وسهلا بكم في قناتي، وأنا اسمي أم، ولا أملك سوى قناة واحدة على اليوتيوب هي التي تشاهدونها الآن. اليوم سوف يكون هناك تحدي بين دي جي. ها هي عائلة دي جي، انظروا إلى حيوان دي جي الصغير كم هو جميل. انظروا إلى حيوان دي جي كم هو جميل، إنه أرنوب لطيف. والعائلة الثانية هي إنها عائلة يايشاس، وأيضا يايشاس تمتلك ابنة وحيوان وابنة صغيرة، لذلك سوف يكون تحدي بينهم في كرات الألوال سبرايز لاميغلاتا. هي إذ تذكرون فتحت مثل هذه السلسلة في حلقة سابقة، وأتت هذه الكرات في اسطوانة لمنع التكرار. حسنا، دعونا نرجع إلى قائمة الألوال جلاميجلاتر. بالعودة إلى قائمة الألوال جلاميجلاتر، انظروا ها هي الشخصيات التي حصلنا عليها. تبقت فقط أربعة شخصيات لم نحصل عليها، هي كيتي كوين، إت بيبي، وأيضا دي جي بيجلاتر، ونيري كيوتي جلاتر. واو، فقط تبقت لدينا أربعة شخصيات وننهي هذه المجموعة. احتمالية الحصول على شيء جديد ضعيفة جدا، لكن نريد أن نرى حظي في كرات الجلامي جلاتر. يا ترى من منهن سوف تحصل على ابنتها أولا؟ دعونا نرى. هيا لنفتحها. كم أتمنى الحصول على شيء جديد. دعونا نرى. ها هي أول كرة. ها هو المسج الأول، والمسج تقول قنبلة الجلاتر. هيا لنرى قنبلة الجلاتر. ها هو المسج لمعرفة الشخصيات. دعونا نرى الكيس الأول. من حافظة الماء نعلم إن كانت جديدة. ها هي حافظة الماء. لم أتذكر أني حصلت عليها. أيعقل أن أكون حصلت على هذه الحافظة؟ أيعقل أن تكون لهذه الشخصية؟ دعونا نتأكد. من الكيس الثاني نتأكد. هيا هيا لنرى. ها هو الحذاء. لا أعتقد أنها لهذه الشخصية، حذاءها مختلف. إنها لهذه الشخصية. ها هو الحذاء. حصلنا على شخصية مكررة. ها هي أمي. ما هذا الحظ الذي علينا؟ لا نحصل في كرات الألوال بوي سيريس 2 على أخي ولا على أختي. لماذا يا أمي؟ لماذا؟ لا أدري يا نياني كيوتي، إنها لعبة المفاجآت. أمي، هل سوف نحصل على أختي اليوم؟ لا أدري يا دي جي، لكن هذه المرة الأولى التي نبحث بها عن أختك. أتمنى لنا الحظ الطيب. أأمل هذا. دعونا نرى حظنا في الكرة الثانية. هيا. قلت لكم احتمالية الحصول على شيء جديد صعبة جدا، لكن نريد المحاولة. ها هو المس. أعتقد أنها شخصية تحب التصوير. دعونا نتعرف عليها. أتمنى لنا الحصول على شيء جديد. هيا لنرى الحظ. ها هو الكيس الأول. هيا لنرى. أنا متحمسة. أيضا حصلنا على شخصية مكررة. هل علمتم لمن حافظة الماء هذا؟ ها هي الشخصية حافظة الماء هذا. أيضا حصلنا على شخصية مكررة. يا لهذا الحظ السيء، سوف تكون هذه
آخر محاولة في الإجلاميجلاتا. أيضا كرة مكررة. أمي ما هذا الحظ؟ دعينا ننسحب. قلت لك يا نيان كيوتي إنها لعبة المفاجآت، لماذا ننسحب؟ أمي انظري إنها كرات مكررة، ماذا سوف نفعل؟ لن نفعل شيئا يا دي جي، تمني في الكرة الأخيرة أن نحصل على أختك. لا تتأملي كثيرا يا دي جي، إنها لعبة المفاجآت، لا أتوقع أن نحصل على شيء اليوم. ما هذا التشاؤم يا نيونيشيس؟ تفاءل. أتفاءل؟ هيا لنرى الكرة الأخيرة. قلت لكم المحاولة الأخيرة، لن أغير رأيي. دعونا نتعرف إن كنا حصلنا على شيء جديد أم مكرر. ها هو المسج، والمسج تقول أن الألماس يدوم طوال العمر. انظر هنا، أعتقد أني حصلت على شيء جديد، إنها الكرة البيضاء. يا ترى هل حصلت على شيء جديد؟ حصلت على حافظة الماء هذا، إنها الشخصية النادرة ذا كوين، حصلنا عليها. لم نحصل على شخصية جديدة اليوم، لذلك هذه المحاولة سوف تكون المحاولة الأخيرة، سوف نحاول أن نصنع هاتين الشخصيتين. لن تحصل اليوم على شيء جديد، لذلك أنتم الاثنتين خسرتم التحدي، لكن في حلقات لاحقة سوف أحاول أن أصنع ناني كيوتي التي بجلاتار وأيضا دي جي جلاتار. أعدكم بهذا. أتمنى يا أصدقاء أن تكون حلقة اليوم قد أعجبتكم. دعونا الآن نذهب ونرى صور ورسومات متابعين قناة Kids Toys by Ammon. مع السلامة.